ايه مدى رضاك عن منظومه الخبز؟ والله هو الخبز كويس مش وحش يعني. المنظومه كويسه اللي هم عاملينها دي، تمام، مريحه الناس. لا، في افران بتبقى العيش بتاعها كويس جدا، وفي حاجات بتبقى وحشه جدا، سيئة، غير صح الاستخدام. هي المنظومه كويسه جدا، لو يعني الناس في بعض الاسر في الاقاليم وكده عدد اطفال عندهم كتير فبيستفادوا بالمنظومه دي. في بعض الافران بيتلاعبوا في المنظومه دي اكيد، يعني غير الاول طبعا كان في صوابير وفي مشاكل كتيره وقطاع التومين وبتاع، دلوقتي كويس متوفر يعني. لا خالص، لان اولا بيطلعوا العيش سيء جدا جدا جدا. شايف في مشاكل بتواجهها الافران دلوقتي؟ لا والله ده ممتاز دلوقتي والله. المعامله بتاعت المخابز المفروض يدربوهم على المعامله، يعاملوا الناس كويس ويكلموهم كويس. بصراحه بصفه عامه مفيش مشكله في الخبز خالص، محتاجه بس مراقبه، يعني مراقبه اكتر. كانت بتواجه مشكله قبل البطايق وكده، بس دلوقتي ما بقتش في مشكله قوي يعني. لا مفيش، لان الافران كتير قوي فتحت يعني، متوفر من الاخر يعني. انا شايفه انها كلها مشاكل يعني، العمالة أولا، النظافة ما فيش، والردة اللي بيحطوها اللي بتقع على الأرض بيكنسوها بيحطوها تاني. سمعت عن مادة اسمها برومات البوتاسيوم المخابز اتمنعت إنها تشتغل بيها؟ لا والله ما عنديش خلفية بالكلام ده. لا ما سمعتش عنه. لا ما سمعتش عنه. لا ما أعرفش عن الموضوع ده حاجة. لا ما أعرفش عنه. لا بصراحة ما سمعتش عنه بصراحة. لا أول مرة أسمع عنه. أيوة فندم، اللي هي بتيجي في الخميرة، تمام، يعني بتعمل تخنه في الجسم، يعني تلاقي الناس المصريين النهارده بسم الله ما شاء الله تخنوا شويه عن الاجانب، هي الماده دي اللي في العيش.